ولنقاش ملف معاناة النازحين في العراق بعد قرار إغلاق المخيمات. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي محمد عماد. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم سيدتي الكريمة. وفقا لمنظمة العفو الدولية فإن آلاف النازحين العراقيين يعانون من الانتهاكات، كيف يمكن تقييم أوضاع النازحين في العراق خاصة بعد القرار الأخير لإغلاق المخيمات؟ نعم، يمكننا في البداية تحية لكم والسادة المشاهدين، وانطلق من سؤال حضرتك بالتأكيد على موقفنا كمرصد أورو متوسط لحقوق الإنسان والذي أصدرناه في عدة محطات والتي كان آخرها منذ أسبوعين تعقيبا على قرار الحكومة العراقية بإغلاق مخيمات النزوح، وتأكدنا على أن هذه الأزمة تعاني من انتهاكات خطيرة وموثقة ومستمرة إلى هذه اللحظة. لكن ما يمكننا قوله في هذا المجال أن النازحين في العراق وفي المخيمات العراقية يمروا بثلاث مراحل، أو يتم تقسيم تلك الانتهاكات على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أو المحور الأول وهو المناطق التي هجروا منها سواء بسبب الصراعات الداخلية أو بسبب قوات داعش التي ما زالت تنتهك وتمعن في الانتهاكات بحق الأشخاص في بعض المدن العراقية. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني وهو الأخطر وهو موضوع هذا السؤال، ما يجري داخل مخيمات النزوح العراقية من تنكيل وأيضا للأسف نقص الخدمات الصحية والأساسية، إضافة إلى أن من أوكلت له مهمة إدارة تلك المخيمات هو من يقوم بتلك الانتهاكات، وهذا ما وثقناه سواء بتعرض بعض الإناث والنساء داخل تلك المخيمات للتحرش، وأيضا حرمان الأطفال ومن تلقي العملية التعليمية أو ممارسة العملية التعليمية، ناهيك عن فقدان الاحتياجات الأساسية سواء كانت الطبية أو الغذائية داخل تلك المخيمات. والمحور الثالث وهو المستجد الذي ظهر على الساحة الحقوقية وهو قرار الحكومة العراقية بإغلاق مخيمات النزوح تمهيدا لعودة أولئك الأشخاص، مع العلم أن معظم أولئك الأشخاص لا يستطيعوا العودة بسبب الصراعات الداخلية. هذا أولا. ثانيا، تلك المنازل التي هدمت وحرقت على رؤوس أصحابها لم يتم إعادة إعمارها إلى هذا اليوم، ويفهم من هذا القرار أن الحكومة العراقية هي فقط تتنصل من واجباتها والتزاماتها القانونية والداخلية تجاه أولئك النازحين، وتلقي بعبء هذه الأزمة إلى المحافظين تلك المدن، وهي عبارة عن تمرير أزمة من منطقة جغرافية كبرى إلى مناطق جغرافية صغرى. هذا الأمر لا يمكن قبوله في ظل المعطيات الاجتماعية والحقوقية التي يمر بها العراق في هذه اللحظات. وثانيا، لابد أن يكون هناك تدخل دولي، لا سيما وأن المطالبات الحقوقية ما زالت في تصاعد تجاه قرار الحكومة العراقية الأخير بإغلاق مخيمات النزوح. في هذا الصدد، تقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية وصف قرار إغلاق السلطات الحكومية للمخيمات بأنه خطر على آلاف النازحين. ما مصير النازحين بعد إبعادهم من المخيمات؟ وهل تم تجهيز مناطقهم أو على الأقل سكنات مؤقتة يكونون فيها، تأويهم في هذه الظروف الصحية الخاصة التي نعيشها؟ نعم، في البداية دعينا نؤكد أن موضوع أو مفهوم الإعادة القسرية هو أمر مجرب في القانون الدولي عبر اتفاقيات ومواثيق دولية طويلة لا داعي لسردها هنا، لكن ما يمكن التأكيد عليها أن هذا الأمر أو هذا القرار هو أمر مخالف للقانون الدولي. هذا أولا. ثانيا، فيما يتعلق بالإعادة القسرية أو إغلاق المخيمات للاجئين أو النازحين الداخليين في العراق، ما يمكن تأكيده هنا على أن ما وثقناه نحن والعديد من المنظمات الحقوقية أن الأشخاص غير آمنين على أنفسهم في مخيمات النزوح. هذا أولا. ثانيا، ما تم رصده من قبلنا وقبل العديد من المنظمات الحقوقية في بعض الحالات التي تم إعادة النازحين فيها إلى مناطقهم، تم تعرضهم إلى الاختطاف ومصادرة أموالهم وبعض المتعلقات الشخصية خلال مرورهم في الطرق المؤدية إلى مدنهم. هذا ثانيا. الأمر الثالث وهو الأهم، إلى هذه اللحظة لم تشهد معظم المناطق التي تعرضت إلى الهجوم أو الصراع الداخلي وأيضا هدم المنازل، إلى هذه اللحظة لم تشهد أي عملية لإعادة البناء أو إعادة الإعمار لأولئك الأشخاص الذين فقدوا منازلهم ومحالهم التجارية. وبالتالي يطرح هنا تساؤل مهم جدا، إذا كانت كل هذه المعطيات أمام الحكومة العراقية وهي تعلم الخطر الشديد الذي يتهدد أولئك الأشخاص في حال عودتهم إلى منازلهم سواء كان بسبب ضعف الحالة الأمنية في الطرق المؤدية إلى بلدانهم أو مدنهم، هذا أولا. وثانيا، وهي النقطة الأهم، تلك المنازل وتلك المحال لم يتم إعادة بنائها، فعلى أي أساس قانوني أو إنساني تعتمد الحكومة العراقية في إصدارها مثل هذا القرار؟ هي تعلم أنها تريد
أن تنهي أزمة النزوح داخليا، وهذا ما تعتقده، أنه في حال أغلقت المخيمات ستعود الحياة إلى طبيعتها. لكن ما نخشاه، وهذا الأمر قد يتوقع حدوثه قريبا إذا تم فعلا تمرير هذا القرار وتطبيقه على أرض الواقع، أن يحدث هناك انتهاكات أفظع من التي تحدث حاليا بسبب غياب الحالة الأمنية في العراق. هذا أولا. ثانيا، عدم وجود البيئة الحقيقية الحقوقية الإنسانية التي ستحتضن أولئك النازحين العائدين إلى بيوتهم، لا سيما ونحن نتحدث عن أن آلاف المنازل التي تدمرت كليا أو جزئيا لم يتم إعادة إعمارها إلى هذه اللحظات. شكرا جزيلا لك، الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي محمد عماد، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.